بلسم. اسأل طبيبك. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بالخير والصحة والمحبة والمزيد من الحيوية. نرحب بكم مستمعينا في برنامجكم بلسم على أثير نور دبي. في برنامجكم بلسم نعمل معا من أجل تعزيز مفهوم الصحة في حياتكم اليومية لكي تصبح الصحة أسلوب حياة، ولكي تصبح الصحة أسلوب حياة نركز دائما على أهمية الوقاية وأيضا أهمية التشخيص الباكر لكل الأمراض أيا كان هذا المرض، سواء كان المرض بسيطا أم لا سمح الله خطيرا. وفي البداية تقبلوا تحيات زميلي في الإخراج أيمن سرحيل، وفي التنسيق الزميل أيمن أحمد سلامة، ومحدثكم دكتور بسام درويش في الإعداد والتقديم. طرق التواصل عبر الهاتف 600-551-414 ورسائل النصية القصيرة على 4006. ونرحب أيضا بمتابعينا عبر الحساب الرسمي لإذاعة نور دبي على الإنستغرام لايف نور دبي راديو. في البداية مع ضيفنا الدكتور البروفيسور موسى الكردي، استشاري أمراض النساء والجراحة التنظيرية والأورام عند النساء في دبي. موضوعنا عن التشخيص الباكر لسرطان عنق الرحم وأيضا لكافة الأورام التي تصيب النساء بشكل عام. المبدأ واحد، ما هيك بروفيسور موسى؟ السلام عليكم. تماما، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تماما طبعاً. يعني التشخيص الباكر ينقذ الحياة. نعم، وخاصة أنه إذا صار التشخيص قبل أن يصبح سرطانا أو يصبح حديثا. نعم، وطبعا سبب التركيز على هذا الموضوع بشكل مختصر وبشكل مركز أيضا بروفيسور موسى هو رسالة وردتني واتصال وردني من ذو عدة أيام من أخت مستمعة طبعا ندعو لها بالشفاء، عمرها في العشرينات، وتبين أن لديها سرطان في الرحم، يعني حسب ما أنا بتذكر، وأرسلت لك طبعا تقرير. طبعا لن نتحدث عن حالتها، لكن سنتحدث عن التشخيص الباكر. يعني عمرها في العشرينات وكانت تبكي، وطبعا اكتشفت هذا الأمر بشكل بالصدفة. ومثل ما بنعرف الأورام لا تحدث يعني بشكل سريع، إنما تحدث بشكل بطيء وتتطور أيضا بشكل تدريجي. كيف يمكن أن نكتشف هذه الأورام باكرا ما أمكن؟ شكرا على الاستضافة دكتور بسام. كل سنة يصاب حوالي 300 مليون امرأة بالحمى الراشحة السلولية، اللي بتساوي أو جزء منها بيساوي خبث وما قبل الخبث في عنق الرحم. 300 مليون كل سنة، الزواجات الجديدة عموما. نعم. أو الزواجات اللاحقة، يعني أكثر من زواج. جسم الإنسان يتخلص من هذه الحماة الراشحة خلال سنة إلى سنتين بالمناعة الذاتية، وما في دواء لها لهذه الحماة. بعد مرور هالسنتين حوالي 3 مليون، يعني 1%، 3 مليون من 300 مليون بصير عندهم جلد غير طبيعي، ممكن يصير خبيث إذا انهمل. إذا جلد غير طبيعي ما قبل خبيث. بري كانسر. ومنهم نصف مليون و28 ألف بصير عندهم سرطان، والغالب هو في دول العالم الثالث للأسف الشديد، لأنه ما في برامج كشف باكر. كيف نكشف عن ما قبل الخبث وهو المهم؟ نعم. لأنه بس يصير خبيث موضوع آخر. بدي أذكر أيضا للدلالة على أهمية هذا الموضوع اللي تفضلت فيه. نعم. أنا جراح سرطان نسائي وجراح تنظيري للعقم والأورام. نعم. الإحصاءات أيضا مهمة جدا جدا جدا. سرطان عنق الرحم هو القاتل رقم 2 في الإمرأة بشكل عام، وفي مناطق كثيرة من العالم الثالث هو القاتل رقم 1 قبل سرطان الثدي. نعم. لكن دون 35، دون عمر 35، السيدات الفتيات، بس فتيات تزوجنا، يعني ما بصير عند فتيات غير متزوجات. نعم. أو لا يمارسنا العلاقة الزوجية.
دون 35 سرطانات عنق الرحم ازدادت في الفترة في 20 سنة الأخيرة بمقدار 25%، ودون عمر 35 القاتل رقم واحد، السرطان القاتل رقم واحد للنساء في بريطانيا وربما في العالم هو سرطان عنق الرحم القاتل الرئيسي، يعني قبل سرطانات الدم، قبل أي سرطانات أخرى، دون 35. ومع هذا برامج الكشف الباكر عموما اللي هي ناخذ مسحة بتكشف حوالي نصها، نصف ما قبل الخبز، نصف ما قبل الخبز، يعني المسحة اللي هي ما زالت السائدة والتي ندعم استعمالها، وهناك برامج وطنية كما هي في الإمارات برنامج كشف باكر دوري لكل السيدات الإماراتيات بدأ من عدة سنوات، والتغطية أصبحت حوالي 60% 58%، لازم تصير التغطية أكثر. لكن هذا الكشف الباكر والذي يجب إجراءه على كل امرأة كل سنة أو كل 3 سنوات، في البداية كل سنة لثلاث سنوات، والسبب في الإعادة هو أن دقة هذه المسحة sensitivity هي فقط بين 45% و60% في الولايات المتحدة وبريطانيا والدول المتطورة. إذن دقة المسحة 45 إلى 60%، هذا بيسوقنا إلى أنه لازم كأفراد كنساء وكأطباء أنه ننتبه للأعراض وللعلامات اللي ممكن تكون بتدل على ما قبل الخبز، مثل الدم بعد الجماع بعد العلاقة الزوجية، مثل حرقة بعد العلاقة الزوجية، حرقة بسيطة بالجهاز التناسلي أو بالبول، هذا بيكون في نتيجة حماة راشحة غالبا في عنق الرحم. ما هو دليل على خبز؟ وجود دم ما بين الدورات، وجود نزف ما بعد سن الضحية، نزف غزير، النزف الغزير أيضا دكتور، الميعاد الغزير لا يدل على ذلك. فقط تمشيح بسيط قبل الدورة، هذا بيجي من عنق الرحم، أو ما بعد العلاقة الزوجية، أو دم للزملاء إذا كان منظر عنق الرحم محتقن وغير منتظم، له نتوءات مثل القرنبيط أو ما شابه، لا أو تقرح، أو النزف الغزير من أخذ المسحة، هذا ما لازم يصير. هدول على السيدات قد تكون المسحة طبيعية، لأنه المسحة دقتها مرة أخرى في العالم بالولايات المتحدة 45% لكشف الخلايا أو الجلد غير الطبيعي الدرجة شديدة، ودقته حتى 60 بين 60 و80% لكشف الخلايا المتوسطة والخفيفة. أما حالات التي لا تكشفها المسحة فهي حوالي ما بين 40 و55%، يعني نتيجة المسحة بتكون غير لا تظهر ما هو في عنق الرحم. ولذلك إذا في أعراض غير طبيعية أو بالفحص بالإصبع والفحص المهبلي السريري لقينا في قساوة، في عقدية في عنق الرحم كأطباء، فهدول بنعمل لهم تنظير عنق رحم مكبر إلكتروني لكشف إذا في جلد غير طبيعي، لأنه المسحة ما هي 100% وما هي وسيلة تشخيص، هي وسيلة مسح، ودقتها للمرة الثالثة 45 إلى 60% في الولايات المتحدة وفي بريطانيا. فلذلك يجب التنبه إلى أنه أي نزف غير طبيعي خارج وقته أو نزف بعد سن الضحي، يعني سن بأن أضع أي دم بيجي بعد علاقة زوجية أو بدون بعد 6 أشهر من انقطاع الدورة يجب أن تراجع مركز للكشف الباكر، وبالتالي نشخص إذا فيه جلد غير طبيعي في عنق الرحم أو بطانة الرحم، وقبل ما يصير خبيث. وعموما ال3 ملايين اللي صار عندهم كل سنة ما قبل الخبز إذا عولجنا يمكن محي سرطان عنق الرحم تقريبا
بحدود 75%، لأن سرطان الرحم دكتور بسام هو مرض بنسميه جنسي قابل للمنع. نعم. بأنه من جهة نعمل مسحة، والحالات اللي فيها أعراض أو علامات غير طبيعية نعمل لها تنظير عنق رحم مكبر إلكتروني لكشف ما قبل الخبز، ونعالجه بالليزر بالاستئصال بس المنطقة الغير طبيعية، وهذه الإمرأة لن يحدث عندها عادة ورم. نعم. لكن متابعة العلاج كنا لحد شهر مضى نتابع هؤلاء النسوة مرة كل سنة بفحص عنق الرحم بالمنظار المكبر. تبين في الولايات المتحدة وبريطانيا في آخر شهر تغير التعليمات، والمتابعة لمن حدث عندها ما قبل الخبث وعولج يجب أن تتابع لعشرين سنة بدل 10 سنوات اللي كنا عليها سابقا. إذن هو مرض قابل للمنع، إضافة في هناك اللقاح. اللقاح متوفر. نعم. طيب نتكلم عن اللقاح دكتور، لكن عندي رسالة تقول عبر الإنستغرام، تقول ما سبب زيادة هذه الأورام أو هذه الإصابات؟ هل هذا يعود بسبب أيضا يعني طبعا رابطينا بقلة الحركة أم نظام الغذائي أم غير ذلك؟ عموما مو صحيح أنه السرطان هو مرض حديث بس بالقرن 19 ولا 20 ولا 21. وجدت سرطانات في موبياء من 2600 سنة قبل الميلاد، وفي نساء وفي رجال وغيرهم، وبالتالي السرطان هو مرض قديم. لكن معرفتنا فيه يعني على نطاق واسع، فهمنا أكثر على نطاق واسع، تم حديث أكثر بآخر 30-40 سنة، والتطورات اللي حدثت هائلة ومذهلة. ليس فقط فمرة تانية، إذا كان يعني هناك نقص مناعة، فهذا يعني أن الحماة الراشحة اللي بتنصاب فيها الإمرأة من التماس الجلدي، مرة تانية لم نعد نذكر أن الحماة الراشحة السؤلولية تنتقل عن طريق الجنس، هي تنتقل عن طريق الجلد وليس الجنس. نعم. وبالتماس الجلدي تنتقل هذه الحماة الراشحة، وإذا دخلت لعنق الرحم أو للجوف البول، مجرى البول أو للحلق، فهذول بتساوي سرطانات في الجهاز التناسلي، الجهاز البولي، أسفل الجهاز الهضمي، وأعلى الجهاز التنفسي العلوي. فبيساوي سرطانات حنجرة كما بتساوي سرطان عنق رحم. ولذلك اللقاح نعطيه للرجل وللإمرأة للوقاية على حد سواء، لوقايتهما كل واحد لحاله. بس إضافة إذا كان النظام الغذائي غير جيد وما في تمارين رياضة وما شابه، وبالتالي هذا بده يأثر على المناعة. نعم نعم. كل ما يؤثر على المناعة الذاتية يضعف يمكن أن يحدث. نعم. أمراض بعنق الرحم وغيرها. نعم، يضعف الجسم. نعم، يضعف الجسم وأيضا يسبب مثل ما ذكرت الكثير من الأمراض. طيب بالنسبة للقاح، حتى طبعا نستفيد من الوقت، وطالما أننا نتكلم عن التشخيص الباكر وعن الوقاية، اللقاح لمن دكتور؟ بأي عمر ولمن؟ نعم، عموما بس استدراكا أو استتباعا. نعم. سرطان عنق الرحم potentially قابل للانقراض، لأن الإمرأة المتزوجة صار الطريق مفتوح، وهو السرطان الوحيد تقريبا اللي فينا نشوفه بسهولة عن طريق فحص النسائي. نعم. وبالمنظار المكبر، بينما سرطان الرئة ولا المبيض ولا الدماغ ولا الرئتين ما فينا نوصل له. إذن هو سرطان الوحيد أو العضو الوحيد، عنق الرحم هو العضو الوحيد الذي نستطيع أن نصل إليه بالرؤية المباشرة وبالناظور أو بالمسحة. اللقاح بدأنا فيه من 2008، وأعطي للفتيات فقط بعمر مختلف حسب البلدان، من 9 وإلى 13 بشكل عام. بالإمارات بدأ ب13 ل17 وبعدين نزل بالعمر. تبين بعدين أنه طيب إذا بدنا نوقي أي زوجة في المستقبل لازم نمنع إصابة الزوج. ولذلك في أستراليا وبعض المقاطعات في أمريكا صار ينعطى للصبيان أيضا منذ أكثر من سنتين. طيب تبين بعدين إذا امرأة ما فاتها هذا الموضوع،
ما فينا نعطيها، زوج فاته هذا الموضوع ما فينا نعطيه. نعم. نجري تحليل لمسحة عنق الرحم، بنبعثها لخلايا للتفتيش عن خلايا غير طبيعية والتفتيش عن الحماة الراشحة المسرطنة. إذا لم نجد عندها الحماة الراشحة المسرطنة الخطيرة اللي هي 16 و18، ننصح هذه الزوجة وننصح زوجها، ولو كانت هي مطلقة أو هو مطلق أيضا ننصحه بأنه يأخذوا اللقاح لأي عمر. ناس يعني بعض المدارس أو الاتجاهات لعمر 45 لعمر 50، بس حقيقة لأي عمر إذا بده حدا يتوقع من ما قبل الخبث والخبث في الجهاز التناسلي للرجل وللإمرأة وفي الجهاز البولي السفلي والجهاز الهضمي السفلي الشرج والمستقيم والجهاز التنفسي العلوي والبلعوم والحنجرة وما إليها، هذه السرطانات الغالبية العظمى أكثر من 75% منها تسببها الحماة الراشحة الفئلولية HPV. وإذا أخذنا لقاح مضاد، والآن اللقاح كان ضد حماتين راشحتين من 49 مسرطنة، صار ضد 4، هلأ طلع ضد 9، وقريبا سيكون موجود إن شاء الله عندنا في الإمارات، وربما في المستقبل نلقح ضد 49 حمى راشحة، وبالتالي سرطان عنق الرحم غالبا أنه سينقرض مع مرور الزمن بتوفر اللقاح وسعة انتشار. نعم. طيب إذن أي حرقة، أي ألم، أي دم ما بين الدورات، وحتى أي عرض يعني غير طبيعي يجب مراجعة الطبيب مباشرة. يقوم الطبيب بإجراء الاستقصاءات المختلفة بعد أخذ القصة المرضية، ومن ثم يتم الكشف عن أي مرض مهما كان هذا المرض بسيطا أو خطيرا. نتمنى عدم إهمال أي عرض لتفادي المخاطر، ونتمنى الصحة والسلامة للجميع. كل الشكر للبروفيسور موسى الكردي، استشاري أمراض النساء والجراحة التنظيرية والأورام عند النساء في دبي. بروفيسور موسى، شكرا جزيلا لك. نعم دكتور بسام، تفضل. بس استدراك أنه بدون أعراض المسحة يجب أن تؤخذ دون وجود أعراض. يعني اللي ما عنده أعراض ما هي معفية من أخذ المسحة، لأنه 95% من هذه ما قبل الخبث والخبث لا تعطي أعراض على الإطلاق. 95% والمسحة بسيطة. لكل النساء ليسوا فقط ذوي الأعراض. نعم، ولكن يعني التركيز، نحن نتكلم دائما عن مختلف الأعراض. أي عرض يعني، حتى أقول دائما حتى لو كان صداع متكرر علي أن أراجع الطبيب لمعرفة السبب وألا نعالجه فقط بالمسكنات. إذن شكرا لك دكتور موسى، شكرا جزيلا لك. السلام عليكم.